اليوم سأكشف لكم لماذا أبو الهول برأس إنسان وجسمي أسد، ولماذا تم بناؤه من الأساس وما سره. يمكنك الانضمام والتتلمذ في مدرسة نضال للفلسفة الفكرية والعلوم الباطنية لتعلم مذهب المدرسة وتعليمها من الصفر. كما يمكنك الاشتراك في كورس من الوعي إلى اللانهائية لما فيه من ممارسات قوية لتهدئة العقل والأفكار والسمو فوق العقل والاضطرابات. ويمكنك الحصول على الأعمال والمؤلفات الكاملة لنضال الأعمال من كتب ككتاب المعلم الذي وجد الحقيقة وكتاب حكمة الفيلسوف الصغير. ونعلمك بتوفر الاستشارات الهاتفية الخاصة مع المعلم في الحالات الخاصة والعامة. كما يمكنك التمتع بقراءة النصوص الأدبية وأقواله مجانا، حيث تجدون كل هذه الأشياء بمجرد زيارة موقعنا الإلكتروني www.nidal.net. فنحن بانتظار زيارة سيادتك القيمة والمبجلة. حتى تستطيعوا أن تعرفوا سبب بناي أبو الهول، يجب أن أعود بكم إلى أصل الموجودات في الكون. لدينا الأرض، الأرض تدور حول نفسها في مدة 24 ساعة في اليوم، والأرض تكمل دورتها حول الشمس في مدة سنة، بينما محور دوران الأرض يكمل دورته حول نفسه في مدة 25,000 سنة و960. وتعرف هذه الحالة باسم Precession of the Equinox، حيث أنها تعرف على أن محور دوران الأرض يكمل دورته الكاملة فيما يقارب مدة من 25,960 عام إلى 26,000 عام، وذلك لإحداث دورة كاملة. وخلال هذه الدورة الكاملة التي عمرها 25,960 يدور هذا الاتجاه أو السهم في الأعلى ويشير إلى محور الأرض، ويدور حول دائرة كبيرة تعبر حول كل الأبراج الاثنى عشر. ففي زمن الفراعنة عندما بدأ العصر الجديد، نسميها العصر الجديد، هو بعد مرور 26,960 عام ندخل في عصر جديد انتهاء الدورة. فإن كان العصر الذي كان قبله دمار، فأن الذي بعده سيكون مسالما، والعكس صحيح. فعندما أتوا الفراعنة أتوا تماما في الفترة التي كان قبلها الدمار، فدخلوا في حضارتهم في عصر جديد. لهذا وقتهم الذي كان فيه كان البريسيجن الذي نحسب به الآن كان لا يزال واقفا سهمه في نهاية برج الدلو وبداية برج الحوت، والتي بدأوا بها بنقطة الصفر، أي أن العصر الجديد بدأ من هذه اللحظة، وهي بداية الإنسان الجديد وبداية الحضارة والروحانية والارتقاء. ماذا يقابل مرحلة الصفر، نهاية برج الدلو وبداية برج الحوت؟ يقابلها في الجهة الأخرى من الأبراج برج الأسد. ولهذا تم بناء أبو الهول بجسد أسد وبرأس إنسان الذي أتى بعد نهاية الدورة بعد 500 و960 عام إلى 26,000 عام. أبو الهول يرمز رأسه إلى الإنسان الذي أتى في العصر الجديد بعد انتهاء الدورة بالروحانية والنمو، بينما جسدها الذي هو جسد أسد فإنه يرمز إلى الاتجاه المعاكس من نهاية برج الدلو وبداية الحوت. هل انتهت أسرار أبو الهول؟ بطبيعة الحال لم تنتهي، لنزال فقط في البداية، لأنه لدينا الانقلاب الصيفي والاعتدال الشتوي. ما علاقتهم بأبو الهول؟ تم بناء أبو الهول في مكان مخصص بسبب هذه الانقلابات، حيث أن تم بناء أبو الهول ورأسه ينظر إلى الشمس وكأنه يتأمل في الشمس. وفي الانقلاب الشتوي فإن هذه الشمس تشرق من على يسار رأس أبو الهول بحوالي 28 درجة، أما في الانقلاب الصيفي فإنها تشرق من على يمين رأس أبو الهول ب 28 درجة محسوبة. هل هذا كل شيء؟ بطبيعة الحال لا. هنالك يومين تم الرمز بهما هنا، هو أن في العام الواحد هنالك يومين تفتح فيهم البوابات النجمية للدخول في أبعاد أخرى.